على ما كيسدو هنايا في المعبر كيسدو مع داك الغداوة قايش هاد الساعة دابا تيكونو سدو دابا؟ ما نعرفش شوف انت وزهري انا وزهري وياك تغداو هما بعدا كيسالو المغاربة ولا الموريتانيين؟ المغاربة هاد اللي غدخل الديوان ديال واه واه هاي طبعوا لي هاي طبعوا لك هاي طبعوا لك شكرا الله يرحم الوالدين عرفتي علاش سولتو انا على حساب مول كان يدوز يدوز اليوم ما كيخدموش هما اليوم بصح باش ايه باش ما تكرفش انا اختي لا عاوتاني الا دوزوني هادو راه نورمال مخدامين لهيه لا هادوك اليوم ما كيخدموش لا راه هو باساجي دوز صافي وشكرا الله يرحم الوالدين صافي شكرا الله يرحم الوالدين اوا شوف اخوتي سبحان الله قال لك لهيه موريتانيا ما خدامينش اليوم غادي يجيو عندنا هاد الناس هاد السلام عليكم الشباب لاباس دعوة زينة الله يعطيك الخير الله يرحم الوالدين بارك الله فيك غادي الوجهة النهائية تهلا افريك دو سود والله العظيم دعوا معانا نوصلوا بخير وعلى خير بوحدي ان شاء الله الله يرحم الوالدين اللهم امين بارك الله فيك واه نبقى واقف هنايا راه عندي هنايا في الصاك اللور نوقف الموتور هنايا واه الى دزت الموريتانيين يدوزوني حقاش نورمال قالوا لي الدراري يمكن ما يخدموا ما يخدموش هما اليوم لا قدامين بديت بيها لا هذيك فيها المشاكل ما غاديش يبغيو يعطيوها في الطريق على داكشي اللي خديتها من الرباط الله يرحم الوالدين دابا شنو خصني ندير نمشي لهين كاشي ضيعة مهريف تك شكرا فين خصني نمشي دابا راه تما غادي تشوف معاه شكرا لهلا خدك الله يرحم الوالدين فوتنا المغاربه ما درتش 10 دقائق يمكن ديديكاس الاخوان هنايا شي بوليس وديوانا قالوا لي قالوا لي ديرنا ديديكاس الله يعطيهم الصحه قلت لهم اخوتو هذا الشيء راه واقع راه 2600 كيلومتر ديال الطريق الحمد لله كل شيء يضحك ويلعب ما عرفتش واش من اللي على الموتور ولا المهم الدراري كلهم ظريفين اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد المهم هذا 10 دقائق المشكل هي اخوتي المشكل هي واش غادي نسلكوا فيه الساعه ولا ما غاديش نسلكوا خوتي ها حنا فتنا بقالنا دابا نفوتو هذا واحد 3 كيلومتر ولا ديك المنطقه العازله ولا منطقه الفاصله ولا شنو سميتها ونكملو ان شاء الله باش نوصلو للموريتانيين تما اللي غادي نتعطلو يمكن شويه خوتي ما هنا راني قلت لكم راه ما وصلش 10 دقائق والدراري ضرافات الله يعمر هذا بسم الله هاد البلاصه اخوتي نورمال ممكن تبيس بكري كرا داروا لها الكودرون يمكن
كانت بيسو كانت قبيحة كانت واعرة هي واحد 3 كيلومتر يمكن إلى ما نكونش غالط. أنا قبل أخوتي ما نكذبش عليكم كنت يعني كانت مسألة ديال أنهم بس هنا في القرقارات واردة جدا يعني حتى الغدا ونفوز، ولكن الحمد لله الحمد لله هذا النهار. غادي نمشيو يمكن اخوتي نباتوا في نواديب ويمكن غادي نشوف راه كاين لي كومبين كاين كلش، غادي ملي نفوت الديوانه ديالهم تما نقلب فين نبات. عامة ترى مازال الحال راه الزوج راه حتى الظهر مازال ما ودنش هنا الخوت. داك المورسو ديال المغاربه خوتي راكو شفتو صوبوه داروا له الكودرون، ولكن هذا 100% ديال الموريتانيين. هاد البلاصه سميتها لكم دينكم وليا دين. هذه ما تبع لا لينا لا ليهم، منطقه اكفيني شرك. بعد لهيه البيس اخوتي شارونس ولا ما درتهاش، ولكن الموتور مبدل بزاف راكو عارفين اخوتي راه شارج. اي 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 يا سلام يا سلام. يمكن اخوتي يمكن غادي يكون عندنا الزهر لحقاش هذا النهار نورمالمون ما كيفوتوش كاميونات ديال السلعه، هادو اللي راهم فايتين يمكن ملي خاويين ولا لقاش قالوا لي نورمالمون هاد النهار ما يخدموش اليوم في السبت. هتبدا ب 20 من دروك اخوتي. السلام عليكم. اهلا وسهلا. كيف حالك؟ بخير. باسبور كارت غريز. من انت؟ انا محمد. لا من انت؟ ماذا تشتغل؟ عندي الفورماليتي. لا غادي نعمر راسي. لا غادي نعمر راسي. شكرا. شكرا بارك الله فيك لهلا يخدك. الله يرحم الوالدين. شكرا. شفت اخوتي؟ يجي يدير لك الدخله ديال العسكر باسبور ولا سورانس سير اوليدي حتى الى حصلنا خوتي. دروك نورمالمون كلشي راه باين. فين راه القوس ديال البول؟ ايوا علاش هي تهضر العربيه انا نفهم لها؟ هي العربيه ديالها نفهم لها. هاي دور تهضر لك بالعربي. شوفوا 5000 خلاص كان تشوفوا لكم مودي فيها هذوك مكالمة جيجا واحد جيجا عطيك هذه واحد كم دخلها لك دخلها لي واحد دخلها انترنت جيجا ماشي كلام ما في كلام نعرف ما احتاجه الان احتاج لما غادي نحتاجه ما نحتاجوش لا لا سوي لك حد على رقمك شنو هو حد موريتاني عجلان تقول له رقمك كذا 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 ما غادي نفوت انا عندي غير نهار يوم واحد في موريتانيا خوتي نورمالمون كملنا تقريبا واحد 40 دقيقة حتى لساعة، ولكن في الإدارة عندهم ما كيتعطلوش بزاف يعني هاد 40 دقيقة ولا ساعة شوية ديال الهرد شوية ديال هذا شوية مال بيرو غير دخلو سير بلاصة يطلق زعما الصراحة. ويمكن هاد الشيء ملي تلاقيت مع يعني النهار ديال بغينا نقولو ديال الروكو ديالهم كاميرات ديال السلعة ما يفوتوش. جزاكم الله خيرا الله يرحم الوالدين شكرا بزاف الله يرحم الوالدين شكرا بزاف بارك الله فيك.
حيت شفت خصو شويه ديال الصبر، خديت مسائل الراس. بونجور ميسيو. السلام عليكم. وعليكم. كيراك داير؟ ما شاء الله. اخوك مغربي. انت مغربي؟ انا مغربي الحمد لله ومسلم. لا صرفت كل شيء عندي جزاك الله خيرا. ابو نضيب ولا ناكشو غادي نمشي للشام ان شاء الله. الشام قال الشغل فين؟ ها الشغل في الشام؟ لا ماشي نشتغل لا غادي نمشي غادي نفوت موريتانيا غير نفوتها طريق غادي نمشي لافريقيا لتحت. واه نمشي لافريقيا ان شاء الله. دعي معنا بالتسخير. انت مشي الشام ارجع ماشي اليوم حتى من بعد ان شاء الله بعد الايام ونرجع. خوتي كملنا ولله الحمد درنا لاسيرونس قطعنا 3 ايام بسم الله. الرجل هذا ما نعقلش اخوتي والله ما نعقل. قرقارات داكار ديرو اول ديبي ديماري اول خوتي كملنا كلشي وراسي ما خسرت حتى جوج دورو اكسترا من غير داكشي اللي خصني نخلص. شحال اخوتي حتى نوصلوا نحسبوا نقول لكم شحال خلص. 500 درهم ديال الفيزا هذه 100% 500 درهم عند الديوانه او 3500 وقية ديال لاسيرونس 3 ايام 3500 100 درهم في 500 درهم 600 درهم زائد 3500 وقية والله ما عرفت شحال دايره. ايقولوا الى خوتي راه من الصباح وانا نسول ولكن غير بحال مثلا رون بوان قلت له واش نواديبو نواكشوش حدا من لا سر قال لي والله الا نسيت في البلاص نورمالمون راه كاين شي بلايص هنا يمكن واعرين قال لي فيهم الحفاري ولا الرمله ولا والله ما عرفت. انا كنت قاعد تسلك ان شاء الله الخوت. غادي نمشي لواحد المدينه تقريبا 200 كيلومتر دروك الى قديت لها سميتها الشامي هما يقولوا الشاميه ولا الشاميه. ان شاء الله غادي نباتوا تما بحول الله وقوته. شفت واحد الكومبينغ المهم حنا نتمشاو فين ما وصلنا هو هذاك. تبارك الله عليكم السلام عليكم. واحد راه يمكن غادي نلقاه هنايا في سميتو في لي فيديو هو اللي كلط عليا شويه في الدخله ما هما الاخرين كاع ضرافات الصراحه هو اللي كلط عليا شويه لا تعطيني النعاله شاف النعاله على برا شاف الليكات ديال الموتور قال لي تعطيهمني عطينا قهوه ما تعطينا قهوه قلت له راني غادي قلت له انت تعطيني ماشي انا نعطيك قلت له راني غادي على الله راه شهرين ولا 3 شهور ديال الطريق الديبيو هذا عياك يدير يتلوى والو. المهم فرنك من غير داكشي اللي دات الدوله 500 درهم ديال الفيزا 100 درهم ديال الديوانه وديك ال 100 درهم عاد ما نعرفوش غادي نشوف واحد التفسير عطاوه هنا غادي نشوف واش زعما يعني نيشان 100 درهم ولا غير يلعب لي فيها وما نعرف. المهم عامه ضرافه الصراحه يعني واخا يقول لك دور معايا غير واحد اللي قالها لي الاخرين لا واخا يقول لك دور معايا ولكن يعني بطريقه مهذبه يعني ماشي دوك اللي اغريسيف. الصحراء خوتي ها خوتي هنايا في موريتانيا يبان لك زعما ليدون يعني الجو ديال الصحراء 100%. هما في المغرب كاين بلايص تلقى فيهم ليدون ولا كيكونوا شويه بعاد على الطريق كاين ليدون ولكن شويه بعاد على الطريق ممكن بلايصهم. انا كنهضر لكم على الطريق اللي جيت بها ماشي بحال هكذا يعني كتلقى يعني الصحراء 100% فهمتوني. عندنا تقريبا اخوتي 180 كيلومتر اللي بقات لنا دابا وقال لي واحد البوليسي في الديوانه في الحدود قال لي راه كاين واحد 80 كيلومتر تاليه واعره نطلبوا من الله تعالى يحفظنا. الرمله اخوتي واعره بزاف سيرتو مع هاد الثقل هاد كنت ريت ستاسيون غير في الجنب والله الا ما خرج حتى فرد ربي الدونو بغيت نريد باش نصل لها ساعة حصلت ماشي حصلت يعني غير ماشي راه واعر فهمتوني.
صلينا الظهر والعصر ومازال جبدة طريق، حنا واحد 180 كيلومتر ولا ونورمال وراه مشى الحال. والمشكل ديال الطريق قالوا لي واحد نص، ماشي نص، يمكن 120 مزيانة، واحد 80 كيلومتر قالوا لي مكرفصة، والله أعلم. تبارك الله عليكم، السلام عليكم أخوتي. الحرارة ما نكذبش عليكم، دابا راها الربعة ديالنا ديال المغرب هنايا، ما عرفتش شحال الساعة، واش عندهم الساعة بحالنا ولا زايدين علينا بساعة، والله ما عرفت. 24 درجة حتى في الحدود، في المعبر الحدودي ملي تحركت شوية على رجلي مع الكسوة، والله إلا راني نششر بالعرق. وبيني وبينكم أخوتي حتى الراس ديالي يقتلني، خصني نحضر راسي بزاف، عقاش عندي واحد الراس بحال البيضة، غير شوية ديال الشمس صافي نتقلقل، ديك الضربة ديال الشمس تعطيني كسلة. إلا كنت داير الشاب ولا شي حاجة فوق راسي معليش ماشي مشكلة أخوتي، ولكن بحال قبيلة كنت ندور عريان براسي مشكلة. وعامة أخوتي كي قلت لكم راه ما تعطلناش، داكشي الشنط المهم ندخل للبيرو، و المهم فيت فيق دورك الغرض سير بلاس. المهم المغاربة ما وصلش 10 دقائق، 7 دقائق ولا 8 دقائق، الموريتانيين لو كان ماشي الهضرة مع سميتو شري لاكارت ديال التليفون، بدل الفلوس بدل كدا، من كامل داكشي يمكن ساعة ولا ساعة وشي حاجة هكذا، ساعة وعشرة دقائق ولا هما يعني الديوانة والبوليس ديالهم وكل شيء. 10 دقائق هنايا، 5 دقائق هنايا، 5 دقائق هنايا، جماعة وطول الله يعاوننا ويعاونك. من الحدود لهنا شي فيلاج غير داير بحال القرية، دوار صغير وصافي، دوار صغير ما تمشيناش بزاف اخوتي، يمكن واحد 30 كيلومتر ولا 40 ولا والله ما عرفت. المهم المدينة الكبيرة اللي غادي نلقاو فيها الطريق لنواكشوط هي الشامي، هذه اللي غادي لها انا، اللي نورمالمون غادي نبات فيها والله اعلم خوتي. ما عرفتش واش قلتها لكم قبل ولا ما قلتها لكمش، نورمالمون المتعه ديال لافريك والاحساس والجو، وقتاش غادي نحسوا به؟ غادي نحسوا به من الجنوب ديال السنغال فما تحت، من حتى لداكار، وحتى واحد المقطع من داكار تقريبا الحدود ديال السنغال مع غينيا، نورمالمون غادي تكون نفس الاجواء، اجواء صحراويه هكذا. ولكن المتعه ان شاء الله ليا وليكم فوقاش غادي تكون ان شاء الله من الجنوب ديال السنغال فما تحت، تما اللي غادي نشوفوا لافريك نيشان، يعني ديك لافريك اللي عندنا في دماغنا. ما هنايا راكم تشوفوا غير تحت اخوتي لي دون، المهم غير السرحرح، يعني ما كاينش حاجه هكذا يعني تمتع العين، فهمتوني؟ هذا الشيء لينا حنا كمغاربه، البراني بحال القوري وهذا راه كيجي عند الصحراء، حنا مولفين اخوتي هذه الاجواء القاحله الا بغينا نقولوا، وشفناها ميران وتكرام في المغرب ديالنا الحبيب، الشيء اللي كاين. السلام عليكم شباب، لاباس؟ كيف حالك؟ بخير كلشي مزيان الحمد لله، بارك الله فيك. الله يسلمك. مغربي؟ مغربي. اخوك من المغرب. الله يرحم الوالدين. بارك الله فيك. تو عادش؟ نعم. اها مع السياحة. فين غادي نمشي ولا؟ غادي نمشي للشامي منا وياك، هذه هي الطريق ديال الشامي. الله يرحم الوالدين، شكرا. فيش معلومات؟ عندي كنت عطيت لها هذا الدرس لكم. نشدهم؟ شوف. عندي. بغي تهضر على الصور ديال الباسبور وديال سميتو. عندك عندي فوتوكوبي ديال الباسبور وديال لاكارت. هو هذا. انا وقفت هنا. ولا ما فهموش شي، ما فهموش. وصلنا لمدينة الشامي ولا قرية الشامي ولا الله اعلم واش مدينة ولا قرية هذه. نورمالمون من الحدود حتى لهنا كاين 190 حتى 210 الله اعلم، كاين اللي يقول لي 190، كاين اللي يقول لي 200، كاين اللي يقول لي 210، ما عرفتش. المهم غادي نقلب اخوتي في الجي بي اس، نشوفوا فين نسهروا هذه الليله هذه. ايش
كوا السوار تاش الحيث وا بيان سور خوتي احنا فين بيتي الوسخ حاشاكم ديال 10 سنين يمكن ولا 15 عام. المهم قضيه مسخره ما راهاش تبان في الكاميرا ولكن مقوى ما كانش الدش هو هذا الماء البارد انا تشديت هنا خوتي وصافي استناش عليكم الضوء الدش هو هذا غير الماء البارد الماء السخون ما كانش وقليل بزاف ماشي المشكل ديال الدوش اخوتي الدوش غادي تدخل تقضي حاجتك وتخرج غادي تدوش غادي تخرج ولكن هنايا النقاوه ما كايناش الفراش موسخ بزاف ما غاديش نقدر نبات على هذا الفراش خوتي ماشي راني كريتيكي ولا شي حاجه غير ملي تعطلت في الحدود الراس ديالي بحال اللي داخل بالشمش فهمتوني وضربت شويه بزاف تقريبا واحد 580 كيلومتر فيها داك المعبر الحدودي ولعبت عليا الشمس ماشي لحقاش حتى تما ما تعطلتش بزاف واحد الساعه ولا ساعه ونص كاع بين المغرب وموريتانيا يعني ما تعطلتش بزاف داكشي كان فيت في المغاربه تقريبا واحد 10 دقائق ولا اقل راني قلتها لكم موريتانيا حتى هما خفاف الصراحه غير كتعطل هكذا بالهضره هذا يديك منا هذا يديك منا هذا يبيع لك لاكارت هذا يصرف لك راك وصافي المهم اداريا داكشي شنطن فيت في ضربت واحد 200 كيلومتر ولا 210 ولا 190 الله اعلم انا ما شفتش في الجي بي اس ولكن كل واحد واش تايقول لي تقريبا حنا نديرو 200 حتى لهنا و 370 في الصباح تقريبا 570 كيلومتر اللي ضربت هذا النهار المهم غادي ندير بانيو هذه الليله هنايا من بعد اخوتي لقيتهم ما نكذبش عليكم عاد بس بعدا فراش كنقيم ريقل هذا داكشي اللي كاين السلام عليكم.